دخل فينا الرعب. وياه لا حاجة بنادم يخصو يكون في دقمو. والله مرحبا بهم، فينهم؟ ما قبلتها. ألبوني. مرحبا بكم. بسم الله تبارك الله ما شاء الله. يا ربي لا مرحبنا بشتير، يا ربي يا ربي لا مرحبنا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا شوف لي ضحكني. مزيان ولدي انت، نعاود تشوفي انت شوفي ولدي تشوفه ديالها غضحكني. المهم كما شفتوا معايا اليوم عندنا معكم الروتين ديالي. ايوا رجعت، كنت عيانه المشاهدين ودابا رجعت بخير. وغنشارك معكم الروتين ديالي. توصلني شحال عملت الخبز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاي لونغلي. هذا البيت هذايا ما ديوش عليه البيت، انا خاص بالطحين. ياه خليه بالزبده. لا كنت نعمل عليه شي حليوه ولا شي حاجه، كنعملها هنايا عندي خاص غير بالعجين وصافي. شنو نلقي دابا؟ القرص دابا نطرح الخبز. واحد المتتبعه قالت خصني نعلمها طرح الخبز. مرحبا بك، هادي عندي ولازم زعما انا معلمه. انتي معلمه ولا؟ واش هي صافي؟ ها؟ انا عندي وصافي، ما خليوش ولادنا بالجوع. المهم هذا ما قد الحال ديالو. هانتوما كما كتشوفوا عندي الطحين هنا، عندي كلشي. هذا البيت خاص عندنا بالطحين، كنعجنو فيه. تحية المغاربة ديالنا. ما عارفين العجين كيروان. تحية المغاربة ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. تسابق معايا زعما في الهضرة. عجاني تا سمع ديالها ترحمنا تاعها. عاد تجي لحال فكرة. شري فكرة. تحية المغاربة ديالنا. خليني شي نكمل الهضرة داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكركم بزاف صراحة على الدعم ديالكم وعلى الله العظيم إلا كنشكركم بزاف. والله يرحمنا بالشتاء يا ربي، امين. و هذا ما يكون صور بحدو. وبالنسبه لديك البير اللي قلت لنا غطيوه، راه انا غنوريكم، راه عندي مغطي غير هذاك الفيديو كنا عملناه على حساب قبل ما يوقع ديك الشيء، فهمتي؟ عندنا مغطي. المهم خلي دخل فينا الرعب. وي لا اله الا الله. دابا كنعملوها الخبز هادي شحال هنا يا عبد الوحيد؟ قبل حسيت باللونجلي انا، شحال حسيت؟ لا خربا قال اللونجلي. بصح قال انا حسب لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اجي لك. لا ما عرفتي ولا؟ يلا قول، يلا قول. هاديك سين اللونجلي، يلا قولي بالعربي. 8 واقيلا. 8 4 و 4 8 و 2 10 5 10 10 10 10 10 10 اختار قلعة 10 اختار. نهار مشنا هذي. المخ. المهم بقاو مع الفيديو ديالي، بقاو مع الروتين ديالي تاع النهار اللي عملت انا. يلا بنوريكم البير مغطي. شي وريها. ها هو البير غطيتو، شفتوها؟ شفتيني عملت عليه الرباع وعملت عليه هذيك وعملت عليه الزنك، راه باش ما باش انتم عارفين الانسان كيقول لك الحظ غلب القدر. الا حظيتي شي حاجه كتغلب القدر. او تبارك الله الجو مسحاب. يا ربي لا ما ترحمنا يا رب، يا ربي لا ما ترحمنا برحمتك الواسعه يا رب. عطاتك الزريب عدلناه مني هنايا. يا ربي لا ما ترحمنا بالشتاء يا ربي، يا رب. يا ربي لما ترحمنا برحمتك الواسعة. السحاب كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، فالأمور كتشتد يوما بعد يوم. والله نوريكم المزاحة ديالي هي عاشت، وهذه اللينقاصة تا هي عاشت للتينة. باقي عندي غير هذه باقي عندي فيها شوية الشيء، كنتمنى الصراحة والله إلا خصني ندعس. والله كنسقيها مرة عبد الواحد. هاوي صافي الزيتون كحل، تبارك الله ما شاء الله. ما جبرناش الزيتون كحل، تشوفوا هيدا النول ديالو
جبرنا شي كحال هاد العام. ايوا هذا الشيء اللي كاين عبد الوحيد هذه الطريقه ديالو اضحيت لا ضحكني هذا هذا الشيء اللي كاين. زيدوا واحد الخسلة دابا انت كتقول ثلاثة الخسلة اه ثلاثة الخسلة زيدوا واحدة صح على الطريقة ديالي ولا الطريقة ديالك؟ الطريقة ديالنا في جوج ساعة قبل نبلح عاود قبل نبلح وجوج انت مرة علاش تسولي في جهتي؟ فاش كتجي تورط؟ صفات ما بقيتش في هاتيك دابا شنو غنقولو؟ صافي صفه من الماء ونقدرو نبلحو ونبقاو نعطيوه في السمرة ونقيو. لا السمرة ما كايناش دابا. شنو؟ السمرة ما كايناش دابا. لا وين تجيب السمرة دابا؟ استناوها استناوها حتى هادي. يضحك. يا لطيف. هذا العواد هذا ما الليمونه هذه الليمونه هذه الدالية دابا نغرسها ان شاء الله. ديك الليمونه زبرناها هذا هما العواد ديالي نربع من اللقطه مزبوله دابا كنعرف ادينها. لا اله الا الله ضحكت انا ضحكت من جديد هذا شنو عبد الواحد؟ تعاونك ما شاء الله تبارك الله. ما عرفتش واقيلا بهذا. خليها هذيك مولا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يا ما شاء الله تبارك الله. أي حاجة. المهم لازم يخصو يكون في دقمو والله. قال لك كل عمل لم يبدأ بسم الله فهو ناقص. صافي يلا انا راه نقولو الملاح اخ وقت كطر منه ديك الماء. انا راه عجبني الشغل معوض نقيف لا ماشي ما شاء الله تبارك الله الخير تبارك الله الخير. قال لك مثل نوره كمشكات المشكات في المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا سرقية ولا رابية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور العنار يهدي الله لنوره من يشاء تبارك الله. هذا الوصف الله سبحانه وتعالى. سبحانك رب. مثل نوره كمشكات المشكات في مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره لمن يشاء. صدق الله العظيم. هذا الله سبحانه وتعالى طال وصف ديالو. غير جيت الشكاير بالماء دلملاح نقول لك دلماء انا من قال انا هذه كانوا كيبدلوها في القديم الزمن بالذهب الملاح ما كانتش كاينه ايه في القرن 15 والقرن بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بسم الله. خلينا نجيبو شي نهار شي سطال ديال الجير ونقوزو انا وانت نهار شي نهار اش ما قال يا غدا نجيب الجير غدا غدا ان شاء الله يا ربي غدا نجيرو انا وانت جاو الشتاء ونجيرو تبع الشتاء والدنيا واخا هادي كتكرفص الشتاء بسم الله بسم الله. جيت الباكية دابا قطعة واحدة بلاتي ايه هي الخير تبارك الله. شوف شوف هاك بقي هادي زيد هادي واحدة المتابعة مسكينة عطنا دعوا لي معايا ماتت مسكينة في شهر 10 الله يرحمها ودخل عليها الله يرحمها مسكينة وسالي شنو يقول لك السباعي شنو يقول لك رجاء السباعي باقينا هذيك المتابعة ديالنا وقاتنا دعوا لي بالرحمة وقاتنا زعما الوالدة ديالي كاتبها في الوالدة ديالي سبحان الله قالت لي هذه جات بزاف عندي والله قالت لي تعرف تدعو لها بالرحمه الله يرحمها ويوسع عليها ودخل لها الرحمة ودخل لها جميع المسلمين يا ربي امين يا ارحمنا.
هذا يقول له زيتون دملع. زيتون كحل. صافي دابا نبقى الا شفت السمره خرجوا وفي القايله عنده في القايله يجلس. واكيد الحاجه اللي لقى فيها السي عبدو يدو كيطلع كيسير مثلا يعاود مره رهيب. عبد الواحد ما جاب ليش الكادو هذا النهار. شنو عيد الحب يا ما كلو عيد الحب انا نعرف ما شنو قلت لك انا قلت ان شاء الله ما عاد تلاقيني قلت انت قلت له لا ما جبت ليش الكادو عيد الحب الشغله ديالك هادي ايوا ما جبتي الكادو خمم لي دار الكادو ذا راه اشتغل معاه الشغل احسن من الكادو عندي انا واجه شنو قالت لك؟ قلت لك ناري قالت لي ديك الكرتونه هاني هاي الكرتونه كسقت لها كسقسق لها الكرتونه ديك الباري ديال المساكين والله عندهم اي حاجه عاشو قبل والله عندهم كنت يخصم لي قلت لها ما شنو لقيت ديك الكرتونه قالت لي ما قطعت وبقى بها الباب الله يسمح لي يا الباري ديك والله يا ربي سنين عيطت قال لي شتي خرجت خرجت لي هنا لعند شي جيران وصافي هذا الوالدة فاكنا انت تبغى بسم الله تبارك الله ما شاء الله ايوا احنا يا جد احنا نحركوا الفرن الله يديك الله يديك الله يديك وين وين جينا وين جيكم من هذيك وبدا الشتاء ادب العين ادب سير ايوا ها هي الضيف ما جاي هذا يا ربي لا مرحبنا بالشتاء يا ربي يا رب يا رحمة من رحمة يا رب ماذا خرج الفرن؟ ها؟ انت ايش باقي يا سلمى؟ ماذا طلب الفرن؟ ايه ايه تبارك الله يا طلب الفرن عبدو وانا يا تم الشبار تم الصور تم نجيب لك الخبز كيفاش كنشطب الفرن ها؟ نشاركوا معكم نشارك ناشي ولا هنا نغيو نشاركوا معكم لا هما بعينهم الجمار شو واحد القميص جديد يا في قاتل مريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول الله بشويشية ايه هي الوالده يا مرحبا بها فينهم ما قبلتها البوني مرحبا بكم الحبايب احنا نحموا الخبز اجوا كلها معنا سخونه الله العظيم اجوا كل الخبز الفران سخونه هي الحبيبه بحال الفصفاط وشويشيه شويشيه ديالي وكل شيء ديالي ها انت كنتي مع خالتي خالتي والله الا في اليمني على سلامتك الله يسلمك اشتا بدا تبارك الله الله يرحمنا الله يرحمنا يا الخير تبارك الله الله يرحمنا يا ربي الحبيب يا رب جنة مهرس آمين يا رب العالمين هاي ده بسم الله احنا كملنا الخبزة ديالنا خرجت الحمد لله تبارك الله ما شاء الله انتوما تبارك الله تشوف الخبز الزرع هاشي طبصل الزيت وغفس هكذا بنيها السي عبد الواحد اللي قلنا الغداء المهم قال خوتي كما شفتوا ملي كملت الحمي والعجين وكذا كملنا معكم الروتين الصعيب جينا الروتين سهل المهم اللي ما نحضر معكم واحد الطاجين الطاجين كما تشوفوا الطويجن عادي الطاجين بلدي مغربي المهم مساء كامل عندي من مراكش كما كتعرفوا ما شفتوا انا دائما حنا البصيله والطاجين ديالنا كنا شرينا هذيك المره وهذايا ايوا في الجمار بسم الله على ما كتب الله انا كنعمل البصله هي الاولى باش حتى ولا تلصق ولا شي حاجه كتلصق مع البصله ها المهم خصني داك الشيء يكون متول مزيون كدا واعر باش كيطلع الطاجين دائما سلمى كتقول لي الطاجين ديالها كيطلع مزيون بسم الله
يلا هاد نمشيو معايا غنعدلوه يطيب على خاطرو في الفران ديالنا التقليدي. بسم الله بسم الله. شفت ما في الجامع في الجمار. المهم عندو ساعة هاد المكانيك واجب. كنجمع له الجمار بهاد الطريقة هادي وكنخليه يتشحر شوية وديك الساعات غادي نزيدو شي حاجة دالماء. وهاد الطاجين ديالنا واجد إن شاء الله بحول الله. المهم المشاهدين ديالنا كنتمنى عجبكم الفيديو ديالكم وما تنساوش تجيو كومونتير وتابعونا في القناة. تهلاو في بلاصتكم. السلام عليكم.